اليوم الختامي من الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية. طيلة رمضان درنا مجموعة من الأنشطة، درنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من الفعاليات. بدأت مفاتيح أبريل في هذا الشهر 2023 لغاية اليوم. كانوا فيه دورات تكوينية متخصصة في مجال ديال الإنتاج الأفلام الوثائقية، أطروها مجموعة من الفاعلين، مجموعة من المخرجين، وكنا أيضا على موعد مع ندوة وطنية اللي كانوا فيها أيضا مجموعة من الفعاليات في الحق للإعلام الناطق بالأمازيغية، وأيضا فاعلين في مجال ديال الإعلام. دوينا فيها على الواقع ديال الإعلام الأمازيغي اليوم اللي كيعيش واحد انتكاسة، واحد مجموعة من المشاكل اللي لا حدود الساعة، في ظل الدسترة ديال اللغة الأمازيغية، وفي ظل القناة الأمازيغية، وفي ظل دفاتر التحملات الجديدة وغيرها من الأمور، وأيضا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ورغم ذلك فما تزال اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية مهمشة في إعلامنا العمومي، وتعاني من عدة إكراهات وعدة إرهاصات. اليوم عندنا اليوم الختامي، كانت فيه الدورة الثالثة في إنتاج الفيلم الوثائقي، واليوم احنا على موعد مع مائدة مستديرة للخروج بمجموعة من التوصيات، مجموعة من المقترحات لإنقاذ هذا الإعلام الناطق بالأمازيغية. في الإعلام ديالنا ماشي فقط في القناة الثامنة الأمازيغية، ولكن أيضا في القناة الثانية، في القناة الأولى، في القطب العمومي بصفة عامة، في ميديا، في إم 24، في مجموعة من القنوات اللي عندنا. فالأمازيغية لها الحق أنها تكون حاضرة فيها إلى جانب اللغة العربية ندا لند كما ينص على ذلك الدستور. في هذا الملتقى كان ملتقى ديال اللي جمع بزاف ديال المهتمين فيما يخص الإعلام الأمازيغي. في البداية كانوا درنا واحد ثلاثة دورات. في النهار الأول، الأسبوع الأول، كان حول التكوين في الفيلم الوثائقي والإكراهات اللي كيعرفوا، وكان واحد الملتقى اللي يجمع بزاف ديال الناس. جاءوا الناس اللي فيما يخص اللي مهتمين بالإعلام الأمازيغي، والناس اللي عندهم كذلك المهتمين بهذا المجال، وكذلك اللي كيشتغلوا في هذا الدومين. كيف كنعرفوا بأن الفيلم الوثائقي من بين الأعمال اللي هي صعيبة بزاف في الدومين، وكتحتاج للتكوين، وكتحتاج المجهودات جبارة باش تخرج واحد فيلم وثائقي للواقع بالمميزات ديالو، بالخصوصيات ديالو. يعني كيبغي بزاف ديال المسائل، وهذا الدور اللي قام به المركز المغربي للإعلام الأمازيغي. دار دورة تكوينية حول الفيلم الوثائقي والخصوصيات ديالو في النهار الأول، ودرنا كذلك ندوة حول الإعلام الأمازيغي وكل ما يخص الإعلام الأمازيغي بصفة عامة، سواء المسموع أو المرئي في القناة الأمازيغية. ودوينا بزاف على المشاكل اللي كيعيشوا هاد الدومين، وكذلك الإكراهات والتوصيات اللي ممكن نخرجوا بها اليوم فيما يخص الناس المهتمين بهاد المجال. وكان أسبوع ثاني كذلك كان تتمة ديال الدورة التكوينية حول الفيلم الوثائقي، واليوم هي اليوم الثالث والأسبوع الأخير حول كذلك تتمة ديال الدورة التكوينية حول الفيلم الوثائقي. فيه بزاف ديال النقاط اللي دوينا عليها، وكان العرض ديال مجموعة من الأعمال بحضور المخرجين ديال هاد الأعمال، وتمت المناقشة حول الإكراهات والمشاكل، وكذلك الخطوات التي يمكن اتباعها للخروج بعمل يعني احترافي لأرض الواقع. وكذلك اليوم غادي تكون واحد مائدة مستديرة حول إكراهات الإعلام الأمازيغي والمشاكل اللي كيعيشها هالضومين، سواء يعني الناس اللي خدامين فيه كصحفيين وتقنيين، وكذلك حتى يعني المشاكل اللي كاينين في الضومين بصفة عامة، والمشاكل اللي يمكن توقع، يعني كيفاش كنشوفوا ان خاصة الإعلام الأمازيغي من هنا القدام اشنو غادي يكون، واشنو الحوايج اللي ممكن نتوصلوا لها باش يكون عندنا واحد الإعلام اللي هو إعلام يعني في المستوى، خاصة فيما يخص الإعلام الأمازيغي، وكذلك حصة الإعلام الأمازيغي في القنوات العمومية الأخرى كالقناة الأولى والقناة الثانية وجميع القنوات. كيف كنعرفوا بأن كاين بزاف ديال القنوات، ولكن يعني هذه القنوات هذو واش كيحترموا دفتر التحملات ولا لا؟ هنا كيكون واحد الإشكال اللي هو كبير، وخصنا نناقشوا، خصنا يعني نعطيوا ليه
بعض الحلول الممكنة من هنا القدام.